رصيد ما نقولش هذا باش تكتب جميع الوسائل الحمد لله متوفره على الواتساب هذا الميسنجر هكذا خصنا حنا شي شويه نحيدوا ديك العقليه ديال انت زعما المتوراقي هذه المرحلة تقتضي منا اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي ستجنبنا يعني نكسة انتشار الوباء أو الأضرار الخطيرة ديالته، وتمشيا مع توصيات اللجنة الرباعية التي تتكون من السيد رئيس المنتدب المجلس على السلطة القضائية، السيد رئيس النيابة العامة ووزارة العدل والسيد رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، تم الخروج بمجموعة من التوصيات وأيضا اجتماع كتاب السيد الرئيس المنتدب للمجلس على السلطة القضائية من أجل اتخاذ التدابير الاحترازية من بعد رفع جائحة كورونا، وكتاب السيد رئيس كتابة النيابة العامة وكيل العام لمحكمة النقد الرامية إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستئناف العمل بصفة تدريجية، وأيضا اجتماع المنعقد بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 28 ماي لنفس الغاية. انعقد بالأمس لجنة اليقظة أو اجتماع للجنة اليقظة على مستوى المحكمة الابتدائية بإنزقان مشكلا من رئيس المحكمة الابتدائية والسيد وكيل الملك لديها والسيد ممثل هيئة المحامين والسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط، إضافة إلى مجموعة من الموظفين والسادة القضاة أعضاء هذه اللجنة اليقظة. وتم الاتفاق على مجموعة توصيات، أولها تطبيق إجراءات الاحترازية واحترام مسافة الأمان وتجنب الازدحام بالنسبة للمتوافدين على المحكمة وأيضا بالنسبة للمتقاضين داخل قاعات الجلسات. ثانيا تسجيل الوافدين وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وذلك في الحال التي لا قدر الله تقع هناك مخالطة من مشتبه فيه أو ما إلى ذلك. قياس درجة الحرارة بالنسبة للجميع المتوافدين على المحكمة، ارتداء الكمامات للجميع، ولوج السادة المحامون والسادة المفوضين القضائيين في إطار ما يلزمهم عليه قانون عرفهم وتقاليدهم المهنية بالبدل، وبالنسبة للسادة كتاب المحامين بالبطاقات المهنية، ولا يسمح للمرتفقين بولوج قضاء المحكمة إلا للمعنيين بالقضايا أو الناس اللي عندهم قضايا ديال الأداءات بصندوق المحكمة. أيضا تم وضع أو نحن بصدد وضع علامات لاصقة من أجل احترام هذه مسافات الوقوف ما بين المرتفقين. وضعنا أيضا على باب المحكمة كما لاحظتم خيمتان من أجل تسهيل ولوج المتقاضين لبهو المحكمة وتفادي الاكتظاظ. كما تم تسطير مجموعة من التوصيات بخصوص نوعية القضايا التي سيتم البت فيها بعد رفع الحجر الصحي. هناك المرحلة ما بين 10 يونيو إلى فاتح يوليوز، فهذه المرحلة يعني استمرار قضايا المعتقلين عن بعد، المحاكمة عن بعد، وقضايا النفقة، قضايا الاستعجالية، قضايا ذات طابع استعجالي. فهذه القضايا أصلاً كانت مستمرة في الفترة التي كانت الحجر، وسيتم الاستمرار بالعمل فيها مع إضافة قضايا طلبت الأوامر بناء على طلب في إطار فصل 148 من قانون المسطرة المدنية، على أساس أن يبدأ مرحلة ثانية ابتداء من فاتح يوليوز. ابتداء من فاتح يوليوز ونظرا للطبيعة الاجتماعية للمنطقة التي توجد بها المحكمة الابتدائية بإنزقان، فقضايا التي لها طابع اجتماعي كما أشرت، قضايا النفقة، قضايا منازعة الشغل، قضايا الأحوال الشخصية أو قضايا الأسرة كما يتعبر عنها الآن، خاصة قضايا الطلاق والتطليق. كما تعلمون فجائحة كورونا قد أو كوفيد 19 قد أثر على الحياة الاجتماعية للناس، ومن المرتقب بحسب ما شاهدناه من خلال الفيديوهات والمناظرات عن بعد والمشاكل التي أصبحت يعني نسجلها عن
وسائل الإعلام من مشاكل زوجية، إضافة إلى المنصة التي أحدثها النيابة العامة المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال. كل هذه مؤشرات تدل على أن قضايا الأسرية ستعرف مشاكل خلال فترة ما بعد رفع كورونا. فقبل يعني الحجر الصحي في 20 مارس كانت حوالي 1400 قضية تروج في قضايا الطلاق والتطليق والطلاق الاتفاقي، فنحن الآن عندنا رقم مخلف اللي هو 1400 قضية، وننتظر على أن يرتفع هذا الرقم مع رفع الحجر الصحي. لذلك حاولنا ما أمكن أن يكون هناك عمل استباقي بإضافة جلسات إضافية جديدة في قضايا الطلاق والتطليق، أضفنا جلسة جديدة، وفي قضايا الطلاق الاتفاقي أضفنا قضية يعني جلسة جديدة، بما أصبح الآن حوالي 5 تشكيلات قضائية للبت في قضايا الطلاق والتطليق، وذلك من أجل التغلب على مخلفات التي تركها لنا زمن كوفيد أو زمن الحجر الصحي، لأن كوفيد غادي يبقى إن شاء الله نتمنى يمشي بكري، لذا ما خلفته لنا هذيك المرحلة، وننتظر على أن يرتفع. إذن فيجب أن نكون في مستوى الاستعداد، وهي مناسبة لأشكر من خلالها السادة القضاة، السادة الموظفين، السادة المحامون، السادة مساعدي العدالة والإعلام، وكل من موقعه على هذا الدعم وهذه المساعدة والمساهمة التي تعبر الحمد لله على هذا التضامن وهذا التآزر ديال الشعب المغربي الذي هو قوي برجالته. نتمنى الله أن يزيح هذه الجائحة وأن يحفظ بلدنا ملكا وشعبا، ومرحبا بكم مرة أخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية.